السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي اشتال الهيل اللي احنا زرعناها مع حضراتكم، وبعد مرور 3 سنوات بيبدأ عندي كل النموات القديمة بتبدأ تموت بنفس الشكل. وهنا من الضروري هو ان انا اقلم نبات الهيل، بقلم نبات الهيل وبشيل كل النموات القديمة عشان افتح مجال للنمو الجديد، والنمو الجديد ده هو اللي بيثمر عندي. ومن الضروري هو ان انا اقوم بنفس العملية في نهاية موسم الشتاء بعد ما يكون عندي النمو قوي بنفس الشكل. لو النمو ضعيف عند حضرتك خلي النبات زي ما هو، ما تألمش النبات، لكن لو النمو اصبح كثيف بنفس الشكل ضروري جدا جدا عشان النباتات تثمر لازم ان احنا نقلم النبات ونشيل كل النباتات القديمة. بنفس الطريقة نسقي النباتات القديمة ونبدأ ان احنا نسمد الهيل. كل النباتات دي كلها هشيلها. بعد ما انتهيت من عملية التقليم هنا خلاص كل النموات القديمة شلناها ورتبنا النبتة، وده عشان أشعة الشمس والإضاءة توصل للنباتات كلها وتوصل للمجموع الخضري كله لنبتة الهيل وتساعد على عملية التزهير. هنصر سماد عضوي رواس حيواني، وعشان الكثافة النباتية اللي أمام حضرتك وما أضرش الكثافة النباتية دي وما يحصلهاش حروق، هخلط الرواس الحيواني مع تربة زراعية ومع رمل. هخلط واحد لواحد لواحد، يعني لو هضيف وعاء من الرواس الحيواني هضيف مقابله وعاء من الرمل وعاء من التربة الزراعية. أي نوع تربة زراعية خفيفة جيدة التصريف حضرتك تستخدمها، استخدمها في عملية الخلط. بعد ما نخلط الخليط بتاعنا هنبدأ ننصره في أطراف الأصيص أو في أطراف الجرة لو حضرتك زرع في حديقة المنزل أو في حقل. بعد كده هضيف MPK محبب، وكل ما كان MPK ده فيه فوسفور عالي كل ما كانت التركيبة تكون أفضل معايا في عملية التسميد، ما دام إن أنا بستهدف تزهير وإنتاج. بعد ما انتهيت من عملية التسميد هروي وهروي ريا غمر، وهكرر العملية دي كل ما الاحظ ان السماد والمركب اللي انا ضفته اتحلل هرجع مرة تانية اسمد بنفس الطريقة. هكرر عملية التسميد بعد ما لاحظ ان السماد خلاص اتحلل وان المركب اللي انا ضفته اتحلل، هرجع مرة تانية اكرر العملية واستمر على نفس الطريقة.